السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة وبدون قطاع من تلفزيون النهار لهذا الحادث الأليم والذي ألم بكل الشعب الجزائري بعد سقوط الطائرة المنكوبة بجبل فرطاس بولاية أم البواقي. نعم، سقوط الطائرة العسكرية من نوع هيركلس 130 تابعة للقوات الجوية الجزائرية أصاب ألم بالجزائر، حادثة أليمة كانت عاشتها الجزائر اليوم. فالطائرة العسكرية كانت قادمة من تمنراست باتجاه مطار قسنطينة مرورا بورقلة في حدود منتصف نهار اليوم، حيث كانت تحلق فوق جبل فرطاس بعين مليلة ولاية أم البواقي. نعم إيمان، ويرجح أن تعود أسباب هذا الحادث إلى الظروف الجوية التي تعيشها هذه المنطقة هذه الأيام بتساقط ثلوج وتقلبات جوية عديدة إيمان. نعم، هذا وبلغ محمد عدد الجثث المنتشلة 76 جثة تم نقلهم لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى عين مليلة، فيما نجا شخص واحد فقط وحول على جناح السرعة للمستشفى العسكري لولاية قسنطينة، حيث تجرى له عملية جراحية لإصابته على مستوى الرأس والصدر. إذا إيمان، كما نتابع هذه الصور للحادث الأليم، و تجدر الإشارة إيمان بأن نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح قد تنقل شخصيا إلى موقع الحادث حيث هناك عمليات الإغاثة وانتشال جثث الضحايا والذي بلغ عددهم 76 ضحية، حيث نجا شخص واحد فقط إيمان. نعم محمد، هذا وحدث في وقت سابق من نهار اليوم. وصلت وحدات من الشرطة العلمية للدرك الوطني من الولايات المجاورة للكشف عن هوية الجثث، ويذكر أن الطائرة أقلعت من تمنراست وعلى متنها 103 راكب بما فيهم الطاقم لتحط بورقلة لنزول 26 شخص ولتنطلق مرة أخرى نحو قسنطينة وعلى متنها 77 شخص بما فيهم الطاقم. إذا كما نتابع إيمان هذه الصور الحصرية والتي سبق لتلفزيون النهار أن بثها ونقلها خلال النشرات الخاصة السابقة والتي من موقع تحطم هذه الطائرة العسكرية، وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وجه برقية تعزية إلى كل عائلات الضحايا وإلى الشعب الجزائري وإلى نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح. إذن هذه الصور إيمان للطائرة ورجال الجيش الوطني الشعبي مرفوقين برجال الدرك الوطني وكذلك الحماية المدنية. يعني هبوا يد واحدة لإجلاء ولانتشال جثث الضحايا في هذا المكان الوعر الوصول إليه، خاصة مع كما قلت التقلبات الجوية، إلا أن إرادة الجيش أفراد الجيش الوطني الشعبي وقوات الدرك الوطني يعني حتى وصلوا إلى مكان ذلك الحادث لتقديم الإسعافات. هذه طائرة الهليكوبتر حيث يتم الآن نقل جثث الضحايا إلى أظن المستشفى العسكري بقسنطينة. نعم، وحسب شهود عيان محمد كان فإن كل من كان في الطائرة هلكوا ما عدا شخص واحد، وقد قام المواطنون حتى المواطنين أيضا محمد قاموا بمساعدة الحماية المدنية لانتشال الجثث. وتجدر الإشارة إيمان بأن قائد هذه الطائرة المنكوبة يبلغ من العمر 40 سنة وهو متزوج وأب لطفلين، الطفل الأول يبلغ من العمر 5 سنوات والطفلة تبلغ 2 سنين، حيث من المرتقب أن يوارى الثرى غدا بولاية إقامته. وليتذكير فهو ابن شقيق وزير التربية السابق أبو بكر بن بوزيد. ومن بين ضحايا هذا الحادث الأليم إيمان نجد زوجة وابنة قائد الأركان للناحية العسكرية السادسة. نعم محمد، لنتابع الآن هذه التصريحات التي رصدها سفيان بوعون عن شهود عيان.
يا اخويا انا شفت كنا فيما في الطياره الناس محروقين موتى بزاف، ما فيهم حتى واحد منع، ما كاين حتى واحد، وقاعد واحد هذاك اللي ما شفناش داو الطياره هذاك داو الكوبتر، هما محروقين بزاف مطبقين يديهم هكا، مطبقين يديهم بزاف هكا ومحروقين ويلموا فيهم هكا يلموا فيهم. حنا جدر ما خلوناش نهار الاول عاوناهم، ومن بعد كي كثر الغاشي كي كثر الغاشي عاد يقولوا لنا جبدوا علينا الشعب، جبد جدر ما قاعدين يجبدوا فينا يجبدوا فينا هذه هي. ومن بعد ولا تسمع الجدر ما يديروا في السماء وهذاك باه يجبد الشعب، ويا شفنا غير ذيلها راسها سما مفرزع خلاص، الراس تاعها وكرشها كرش طياره مفرزع خلاص، غير الذيل تاعها الذيل تاعها اللي راهو هذا مكان. ودائما مع هذا الحادث الأليم واليوم الأسود الذي تعيشه الجزائر، وفي بيان لها أكدت وزارة الدفاع الوطني أنه تم تفعيل مخطط البحث والإنقاذ، كما تم تشكيل لجنة تحقيق قصد تحديد الأسباب التي كانت وراء تحطم الطائرة العسكرية التابعة للقوات الجوية الجزائرية اليوم الثلاثاء بمنطقة عين مليلة بولاية أم البواقي. إيمان. نعم محمد، هذا وتنقل نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح لمعاينة الحدث، كما أوضح البيان الذي أشار إلى أن عملية البحث والإنقاذ متواصلة. من جهة أخرى أمر وزير الداخلية طيب العيز كافة ولاة الشرق الجزائري إلى توفير كافة الظروف لنقل الضحايا ومساعدة عائلاتهم. نعم إيمان، هذا وأعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن حداد وطني لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء، وهذا بعد تحطم الطائرة العسكرية اليوم الثلاثاء بأم البواقي مخالفة عشرات الضحايا. نعم محمد، وقد جاء في برقية تعزية التي وجهها رئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وكافة عائلات الضحايا، جاء فيها إن الجنود الذين سقطوا اليوم إثر تحطم الطائرة العسكرية هم شهداء الواجب، لذا نعلن حدادا وطنيا لمدة 3 أيام ابتداء من يوم غد الأربعاء 12 من فبراير الجاري. كما أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بأن يوم الجمعة القادم سيكون يوم ترحم بإذن الله على أرواحهم الطاهرة، وهذا عبر سائر التراب الوطني وكذلك في جميع مساجد الجمهورية. ومن جهة أخرى محمد، فقد أوضح رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قائلا لقد اعتدنا على الأجواء التي تخرقها بعض الأوساط قبيل كل الاستحقاقات التي تعيشها الجزائر، لكن هذه المرة وصل التكالب إلى حد لم يصلها بلدنا منذ الاستقلال، فكانت محاولة المساس بوحدة الجيش الوطني الشعبي والتعرض لما من شأنه أن يهز الاستقرار في البلاد وعصمتها لدى الأمم. نعم، هذه رسالة وجهها إيمان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى العديد من السياسيين وكذلك الضباط والعسكريين المتقاعدين لكي لا يتهجموا على مؤسسات الدولة. والآن أظن نربط الاتصال مع مراسل تلفزيون النهار زميل سفيان بوعون. أهلا بك سفيان. مساء الخير زميلي محمد. أهلا وسهلا بك. إذن سفيان أنت الآن في موقع الحادث، صف لنا الأجواء هناك، خاصة أظن أن الثلوج لا تزال متساقطة. طبعا تلفزيون النهار يواصل وفقا لتقاليده وثقافته الإعلامية لتغطية الحدث البشع، الحادثة الكارثة التي ألمت بالجزائر اليوم والتي أعطت ربما درسا آخر لأعداء الجزائر. نعم زميل محمد، نود لفت الانتباه هنا إلى دخول طائرات الهليكوبتر نظرا لخطورة الوقائع وصعوبة التضاريس والمسالك والموقع الجبلي المتمثل في جبل فرطاس ببلدية ولاد القاسم في ولاية أم البواقي، تدخلها لأجل تحويل الجثث نحو سيارات الإسعاف التابعة للحماية المدنية وفق تقاليد وأعراف بروتوكولية متعارف عليها
بقيادة قوات الدرك الوطني في المقدمة. زميلي سفيان الإزعاف تلحقها في باتجاه المصالح الاستشفائية الخاصة. سفيان الفريق نائب وزير الدفاع الوطني سفيان، هل أنت في الاستماع؟ الفريق أحمد قايد صالح الآن متواجد بموقع الحادث. شهد طائرة الهليكوبتر وهي تحط على مقربة من موقع الحادث، أين تم تشكيل خلية أزمة ومتابعة تضم مختلف الجهات الأمنية، وشكلت كما أوردتم طبعا سلفا لجنة تحقيق موسعة لتحديد ملابسات الحادث. ومعي مباشرة زميلي محمد أحد سيد العيان الذي هو طبعا يستسمحه قليلا نظرا للاجواء البارده جدا بالمنطقه، ولكنه ان شاء الله يتعلق الامر بشهاد العيان ابراهيم الحسام ليقدم لنا شهادته في المباشر، لما وانه كان من اوائل الذين شاهدوا سقوط الطائره وتنقل برفقه بعض الاصدقاء للمكان قبل تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني والامن والسلمية والمدنية وحتى الجمارك، وتم احاطة المكان بالشريط الامني وحدد اماكن معينة في اطار عملية التحقيق والتحرير التي تقوم بها الشرطة الامنية. طبعا وهو الان يجري بشهادته بصورة مباشرة. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. انا طلعت الجبل اليوم، تمشي واحد ثلاث جبال بس تصل الطيارة هذه. وكان الجبال هذا تما راهي غرقة كبيرة وفيها شجر فيها زيادة، ما تجي توصل للبلاصات اللي طاحت فيها الطيارة، تما تري دونجي. نعم. وشفت تما طيارة، شفت الجمارك وما حاجة قليلة برك تما مازالوا ما جاوش، شفت الجدرمية، شفت العسكر، كانوا لي بومبي ثاني يقوموا بخدمتهم. ثم كان طيارة طايحة في الجبل، في واحد الجبل تما بعيد بزاف، تمشي حتى واحد 8 كيلومتر ولا 10 كيلومتر باش توصل السيارة هذه. وشفت تما الجثث محطوطين تما، تما ما تقدرش تشوف بعد معاهم محروقين. كارثة كبيرة، المهم كارثة كبيرة خلاص، والنار طايحة تما ما تقدرش تشوف منها. ثم كانوا قدمنا المساعدات اللازمة، نعم، الجيش ولا الدرك الوطني، كنا ثم واقفين. هذا ما كان. شكرا لك. عفوا. طبعا زميلي محمد كنتم مباشرة مع أحد شهود العيان يتعلق الأمر بالمواطن إبراهيم حسام. أود لفت الانتباه أنه لا تزال لغاية الآن قوات الجيش الوطني الشعبي الوطني سفيان بخصوص هذا الأمر، هل لا زالت عملية الإجلاء مستمرة؟ نعم بالفعل زميلتي إيمان، عملية الإجلاء مستمرة، سيارات الأزعاف تواصل نقل جثث الضحايا، طبعا ندعو لهم بالرحمة جميعا إن شاء الله، ومثواهم إن شاء الله الجنة لأنهم شهداء في سبيل الوطن. طبعا الجزائريين في هذه الحادثة أثبتوا مجددا جزائريتهم، أثبتوا مجددا وطنيتهم، تمسكهم بالوحدة الترابية، وقوفهم دائما وأبدا مع العلم الجزائري، مع الجيش الوطني الشعبي، مع الدولة الجزائرية كلها. قدمت الإزعافات حتى من طرف المواطنين البسطاء. زميلة سفيان الفريق نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح هو الآن متواجد هناك، يعني الواجب الوطني دفعه ليتنقل شخصيا والوقوف على عملية انتشال الجثث. المتتالية التي ترد عبر تلفزيون النهار بتغطيتها للحادثة أعطت دفعا آخر حتى المواطنين الذين اعتبروا التنقل فريق قايد صالح شخصيا ومختلف بطبيعة الحال مسؤولين الأمنيين على عبر مختلف المستويات إلى منطقة الحادث، هو تأكيد أن الدولة الجزائرية مع كل مسؤوليها هي تتألم وهي تتعذب وهي تبكي لهذا الفقدان، لهذه الكارثة التي تعتبر سابقة في تاريخ الجزائر. هم شهداء الواجب زميلي سفيان بوعون. وكذلك بطبيعة الحال نحن ندعو دائما لهم بالرحمة والمغفرة إن شاء الله. لاحظنا كذلك ربما زميلي محمد إشارة مهمة ومثيرة، أنه في بلدية ولاد الجاسم حتى أنه فيه ركود ليلي
وصمت رهيب جدا يخيم على المنطقة، حتى التجارة توقفت، التجار أغلقوا محلاتهم، أغلقت المقاهي، أغلقت مقاهي الإنترنت، أغلقت التجار، ألم يتبقى شيء ببلدية أولاد القاسم لتقديم الخدمة؟ حتى المستوى الطريق الرابط بين بلدية عين المليلة وبلدية أولاد القاسم باتجاه جبل الفرطاس. شكرا لك سفيان بوعون. نعم، الجزائر اليوم في يوم حزين، حيث أعلن رئيس الجمهورية إيمان إذن الجزائر ستدخل في حداد وطني ابتداء من يوم غد الأربعاء، وكل الذين قضوا في هذا الحادث الأليم هم كما سماهم رئيس الجمهورية هم شهداء الواجب. نعم نعم محمد، نبقى دائما مع حادث مع الحادث الأليم. فطائرة هيركل سي 130 العسكرية تعد أمريكية الصناعة، تمتلكها اليوم العديد من الدول الأجنبية والعربية من بينها الجزائر. إذن تاريخ صناعة هذا النوع من الطائرات واستعمالاتها في تقرير أمل زعبوب. تعتبر طائرة سي 130 هيركلوس المصنعة من قبل شركة لوكيد قاعدة أغلب الجيوش العالمية منذ تصميم أول طراز لها سنة 1955. تعمل الطائرة العسكرية بأربع محركات وبمروحة توربينية، ويصل طولها لحوالي 30 متراً. تستخدم لأغراض عسكرية مختلفة كنقل الجنود والمظليين وشحن العتاد، كما تخصص للدعم اللوجستي والتموين الجوي بالوقود، بالإضافة للاقتحام الجوي خلال الحروب. تصل حمولة سي 130 إلى 20,000 كيلوغرام من الحمولات الداخلية وحوالي 130 جندياً أو 90 مظلياً. استعملت الطائرة في معظم العمليات الحربية منذ سنة 1960 من قبل جيوش كثيرة في مختلف القارات، كما أدخلت على الطائرة عدة تعديلات بعد ذلك، وتستعملها الآن الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأصلي، والمملكة المتحدة وإيطاليا وهولندا وبلجيكا، والمملكة العربية السعودية وتونس والجزائر وغيرها من الدول العربية والأجنبية. إذن يوم حزين وأسود تعيشه الجزائر اليوم بهذا الحادث الأليم. إيمان، أعادت إذن صور الطائرة العسكرية المنكوبة بأم البواقي إلى الأذهان حوادث تحطم الطائرات في الجزائر، سواء منها المدنية أو العسكرية، لكن نأخذكم الآن إلى أهم أحداث الطيران خلال السنوات الأخيرة بالجزائر بتوقيع زميل مصطفى تونسي. بسقوط الطائرة العسكرية أركيل سي 130 بجبل فرطاس بأم البواقي ومقتل غالبية من كانوا على متنها من ركاب وأفراد الطاقم، الرحلة التي كانت تربط بين تمرسط وقسنطينة يكون سقوطها هذا هو حادث الطيران الأول الذي يتم تسجيله في العام الجديد، ويرجح أن تكون أسباب هذه الحادثة الظروف المناخية الصعبة التي عرفتها المنطقة. وبالعودة للحديث عن أبرز حوادث الطيران، نجد أن أبرزها ما وقع سنة 2003 بمقتل 102 راكبا كانوا على متن طائرة ركاب عندما تحطمت عقب إقلاعها من مطار تمرسط في رحلة داخلية إلى العاصمة. كما كانت الجزائر مسرحا لحادث جوي آخر في ذات السنة عندما سقطت طائرة عسكرية بالبليدة، وأسفر الحادث أنذاك عن مقتل العشرات وسقطت فوق عدد من المساكن عقب إقلاعها من القاعدة العسكرية ببوفاريك. وعلى غرار هذه الحوادث، ما شهده شهر نوفمبر من أواخر سنة 2012 من تحطم طائرة نقل عسكرية لنقل تجهيزات لفائدة بنك الجزائر بمنطقة لوزار شمال مدينة مونبوليه بفرنسا، كانت في طريقها للعودة إلى الجزائر، وقد كان على متنها الطاقم المتكون من 5 عسكريين وممثلا عن بنك الجزائر. ورغم وجود هذه الحوادث إلا أن خبرة الطيارين الجزائريين يشهد لها عبر العالم.
وبالعودة محمد إلى تغطيتنا دائما لحديث رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة عن تصريحات التي المغرضة ضد مؤسسات الجمهورية منها الجيش الوطني الشعبي، حيث قال رئيس الجمهورية أنه لا يحق لأي مسؤول سياسي أو عسكري أو ضابط متقاعد أو أيا كان التدخل أو التهجم على مؤسسات الدولة. هذا وقال عمار سعيداني محمد لتلفزيون النهار أن رئيس عبد العزيز بوتفليقة لا يعنيه هو شخصيا بكلامه الذي جاء في بياني الذي أصدره اليوم، بل قال أنه موجه لأشخاص يحاولون المساس أو إقحام الجيش في اللعبة السياسية. كما قال الأمين العام للأفلان عمار سعيداني إيمان لتلفزيون النهار، قال بأن رئيس الجمهورية سيد عبد العزيز بوتفليقة يؤسس لنظام عصري جديد للجيش الوطني الشعبي، وكذلك التأسيس لاستقلالية مؤسسات الجمهورية وكل وواجباته وحريته داخل أطر قانونية. نعم تفضل إيمان. وبهذا نختم محمد هذه النشرة الخاصة، لكن قبل أن نختم نذكر أن تلفزيون النهار يقدم أعز حر تعازي لعائلات الضحايا وللمؤسسة العسكرية أيضا ولكل الشعب الجزائري. رحم الله شهداء الواجب، إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم.